اتكلمت مع حضراتكم هنا على شاشة قناة النادي الأهلي وعلى في البيت الكبير من داخل البيت الكبير، قلت لكم إن في أزمة حصلت، أزمة اتحاد كرة القدم أو اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم. قلت لكم يا جماعة امبارح إن في اتحاد كرة القدم أو في بعض الاتحادات المحلية في قارة أفريقيا بعتت للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وقالت له إحنا الدوري بتاعنا هيخلص لو سمحت، فادينا استثناء لغاية نص 8 أو لغاية 25/8 ل30/8 نقدر نأيد فيه القيد الأفريقي. ليه؟ لأن القيد الأفريقي بينتهي يوم 31/7. ثلاث اتحادات عملت كده، وقلت الكلام ده امبارح، المغرب وليبيا والجزائر، الاتحاد المغربي والاتحاد الليبي والاتحاد الجزائري، وجبت لحضراتكم الجوابات، وأيضا جبت الجواب بتاع الاتحاد الكيني اللي بعت للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأفريقي لسه ما ردش عليه. كل اللي أنا طالبته إيه؟ على فكرة أنا ما عنديش مشكلة مع اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم، والله ما في مشكلة خالص، ولكن أنا شايف إن في موضوع حصل وأنت ما خدتش خطوة، ممكن تكون مشغول في مشغولياتك الكتير، فأنا بنبهك أو بقول لك، فما ينفعش تتنطط، أو سوري أنا آسف، ما ينفعش إن أنت تتعالى على إن أنت عملت حاجة غلط، أو مش أنا آسف ما عملتش حاجة غلط، ولكن كل اللي أنت اللي حضرتك اللي أنا بطلبه منك من فضلك ابعت اتحاد، ابعت للاتحاد الافريقي قول له انا الدوري بتاعي هيخلص 25 اغسطس، عشان كده انا بطلب منك استثناء ان انا اقدر اقيد اللاعبين يوم 25 يوم 26 زي ما الاتحاد الافريقي بقى وزي ما حضرتك عايز. انا بتكلم عن النادي الاهلي وبتكلم على بقيه الانديه اللي هتلعب في افريقيا على فكره، ولكن انا هنا هتكلم عن النادي الاهلي. فالنهارده اللي حصل ايه؟ طبعا كل المواقع ما اعرفش معاكم الحاجات دي ولا مش معاكم يا شباب، حطوها لنا اتفضل، حطوها لنا. كل الناس اتكلمت في هذا الموضوع امتى؟ امبارح اول ما خلصنا البرنامج لقينا كل المواقع بتكتب ان اتحاد كره القدم انا على فكره والله ما زعلان، بالعكس دي حاجه جميله جدا وبشكر عليها اللجنه الثلاثيه اذا كانت حصلت. هو على فكره كل الحاجه دي بتاريخ النهارده، يعني هم خدوا الكلام امبارح وراحوا عملوه. على فكره والله ده كويس جدا، ده كلام كويس جدا وكلام محترم، وانا بحترمكم وشابوه ان حضرتك بتسمع الكلام. يعني دوري الاعلامي ان انا انبه حضرتك ان انت لو عندك مشكله في حاجه اقول لك عليها. فانا قلت لحضرتك ان في 1 2 3 والاتحادات المحليه المغرب وليبيا والجزائر بعتوا، وكينيا بعتت بس لسه ما تردش عليها. بالمناسبه الثلاث اتحادات الاولانيين المغرب والجزائر وليبيا الثلاث اتحادات خدوا استثناء، خدوا خلاص، خدوا انتهى الموضوع. كينيا هيترد عليهم في خلال الايام القادمه. فمن فضل حضراتكم ده الكلام اللي انا قلته امبارح، من فضل حضراتكم ابعتوا قولوا احنا عايزين استثناء احنا كمان، عشان احنا الدوري بتاعنا هيخلص يوم 25 اغسطس او 26 اغسطس بناء على التعديلات اللي حضراتكم عملتوها. بدون اي زعل وبدون اي حاجه، وانا مش متضايق ولا زعلان، ولكن انا عارف ان حضرتك عندك مشغوليات كتيره جدا، فبقول لك حصل 1 2 3 من فضلك ابعت، ابعت للاتحاد الافريقي وقول له هذا الكلام. التفكير اللي انا عرفته يعني من مصادرنا ان الاتحاد او اللجنه الثلاثيه التي تدير اتحاد كره القدم فكرت في ايه بقى؟ فكرت ان هي تبعت للاتحاد الدولي. مش فاهم الاتحاد الدولي ليه؟ إذا كان الاتحاد الأفريقي موجود فحضرتك بتحل أزمة بأزمة تانية؟ إيه الغريب؟ إيه الموضوع؟ من فضلك ابعت للاتحاد الأفريقي قول له أنا يوم 25 أغسطس هخلص الدوري، فأنا محتاج وقت قيد مختلف، أو تبدلي أو تديني استثناء لغاية يوم 25 أو 26 عشان تقدر الفرق تقدر تكون القايمه بتاعتها الافريقيه اللي هتلعب بيها في افريقيا السنه الجايه، الموسم اللي جاي، انا بكلمك على الموسم اللي جاي. وعلى فكره مش عيب، احنا كلنا شركاء وكلنا بنساعد بعض. ولو الاتحاد المصري عمل كده او اللجنه الثلاثيه عملت كده هرفع لهم القبعه. هقول لهم شكرا من خلال هذا البرنامج، هقول لهم شكرا ان حضراتكم عملتوا كده، مش هقول ان انا اللي عملت لان انا لا املك ان انا اعمل كده، انا لا املك ان انا ابعت للاتحاد الافريقي. ولكن في وسط المشغوليات الكتيره للاتحاد المصري لكره القدم اللي انا مش عارفها، اكيد عندكم انتم مشغولين يعني اكيد طول الوقت مشغولين، فما وصلش لحضراتكم
التفكير في ان احنا عندنا موسم جاي وعندنا افريقيا وفي اتحادات بعتت وخدت استثناء، فاحنا كمان نبعت وناخد استثناء. فانا دوري الاعلامي ان انا اقول لحضرتك هذا الكلام، وانا قلته لحضرتك بمنتهى الادب والاحترام ومفيش اي مشكله معاك خالص، ما عنديش مشكله والله، ده كلهم سواء الاستاذ احمد مجاهد او بقيه الزملاء اللي موجودين كلهم اخواتنا يعني. فمن فضل حضراتكم ابعت جواب قول ان انا عندي مباريات لغايه يوم 25 اغسطس للمره المليون، اهو للمره المليون بعيد الكلام، ابعت جواب لو سمحت وقول ان احنا هنلعب 25 26 المباريات لغايه يوم 26، فادينا استثناء ان شاء الله 15 يوم 20 يوم بس، مش عايز حاجه تانية، مش عايز حاجه تانية. والموضوع اللي انا بكلم فيه ده هو لمصلحه الكره المصريه، النادي الاهلي طبعا، ولمصلحه الكره المصريه. انا بتكلم، انا هنا بتكلم عن النادي الاهلي، لو حد عايز تاني يطلع يتكلم عن النادي اوكي ما عنديش مشكله، ولكن انا هنا بتكلم عن النادي الاهلي.